سلام حبيباتي، صح عيدكم، كل عام انتم بخير. مرحبا بكم في القناة تاعي فاتي دي زاد بوجي، وانتم تفرجوا في الفيديو تاعي ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة. يا رب قولوا لي كيفاش جوزتوا العيد. ان شاء الله جوزتوه قاعدك مليح. المهم يعني طليت عليكم فيديو مقبل تاع روتين، يعني ماشي تاع العيد، تحضيرات العيد برزة، ما كيفاش سكنت داري وقاعدتك. ما كاش تفاعل بزاف بزاف يا البنات، وين راكم؟ على بالي تموتوا غير على الموعد. مي هكذا دي فاولا غير نتعب باش ندير دي روتين، يعني الطلب المعادين المشتركات تاوعي يقولوا لي ديري دي روتين. ما عرفتش اسكو ما يلحق لهمش دي فيديو تاوعي ولا ما نعرف. المهم درت فيديو نخليها لكم اخر فيديو، ونخليها لكم هنا في لو بوين هدايا ان شاء الله تشجعوني فيه. هكذا باش توجور ندير لكم دي روتين ودي فان ندير لكم جوالات. قولوا لي واش رايكم البنات؟ كما راكو تشوفوا هنا البنات، توجور عند كريستال ميناج اللي جاي في رويبا اون فاس هذا القديم. نخلي لكم رقم الهاتف تاعو في صندوق الوصف في الفيسبوك والانستغرام تاعو. والله ما نويت كاع يا البنات الفيلمي، كي شت لقيت هكذا كلكو سيرفيس هكذا جدد قلت والله غير نطلع عليكم بهاد لا فيديو هكذا، يعني باش نقول لكم صح عيدكم اللي مازال ما شافنيش، يعني ما شافش الفيديو اللي بعد. المهم البنات ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. تاني تمدت لكمش لي بري باسكو على شحال من وحده نحط لها لي بري تبدا تكتب لي انت دوري غير مع المرفه مع المرفهين ودي هكذا. هاد لي فيديو ديريهم غير صحاب المرفهين. انا شوفوا والله غير نيتي صافيه يا البنات، انا درت لكم دي فيديو دي بري هكذا، يعني باش ما تعيوش روحتيكم وتروحوا تسقسوا شغل كل دقيقه شحال لو بري، فهمتوا كيفاه؟ الوغ ما حطيتش لي بري في هنايا باسكو شغل سي لي ميم بري اللي كنت نحط مقبل. الله غالب ان شاء الله يحبطوا لي بري. انا مادابيا والله غير يا البنات مادابيا نلقى لي بري ميم مول المحل، مادابيا يلقى لي بري غيزون، فهمتوا كيفاه؟ ميم هو كيما قال لي، قال لي ماذا بيا انا تاني تيشرو عندي وتاني ماذا بيه تاني يبيع لا كليونتيل تاعو، يبيع يعني دي بخي غيزون. هو تاني ماذا بيه، هو ماذا بينا حنا تاني مشو يا البنات، ماشي يعني لا فوت فينا ولا. المهم واش نقول لكم، الله المستعان وخلاص، وان شاء الله يكتب ربي ان شاء الله يحبطوا قاعيتك هادو لي بخي هذا ما كان. واش نقول لكم البنات، ما طولش عليكم، علي غير نبقيكم على خير. وما تنسونيش البنات بلي جام هكذا، يعني باش يطلع الفيديو باش يشوفوا هكذا يا ماكيتات في البيت، لي يعني اللي ما يخرجوش ولا اللي راهم ممرض ولا راه تربي ولا اكو، فهمتوا كيفاه؟ واش نقول لكم، علي غير نبقيكم على خير، فرجه ممتعه، سلام.